المصري برضو قال مصر ولادة، ولادة للموهبة والإبداع، ولادة للحضارة والثقافة. عشان كده مصر مليانة بالأسماء، لأنها أول أرض عرفت الاستقرار والازدهار. ويمكن من أشهر الاكتشافات الأثرية اللي أبهرت العالم على أرض مصر كانت مقبرة الفرعون الشاب توت عنخ آمون. العلماء الآثار اكتشفوا محتويات المقبرة دي كاملة، وموميا الملك متحنطة ومحفوظة في توابيتها الفريدة، وقناعه الذهبي المشهور لسه محتفظ ببريقه كأنه معمول امبارح. تخيلوا لما يبقى مقبرة واحدة بتضم أكتر من 5000 قطعة أثرية، دي يلزمها متحف كبير زي اللي احنا واقفين فيه النهاردة. محتويات مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون فعلا تعمل لها جناح ضخم لوحدها، وهتتعرض لأول مرة كاملة في المتحف المصري الكبير، وده يعتبر أكبر مشروع حضاري وثقافي في القرن 21 هنا على أرض مصر.